FM. الكلمة ليك. اليوم نلعب على ثلاثة حاجات. تذكرنا في القراية وإحنا صغار. في القراية وإحنا صغار، بحكم إنه ما بين البارح واليوم برشا حاجات تبدل. الحاجات ثلاثة دوما تطوروا تبدلوا، والحاجة اللي تميزهم اللي هما قد ما ينضافوا قد ما يتمسخوا. وثلاثة حاجات دوما زادة مربوطين ببعضهم، ما نجموش نستغناو على واحد منهم، معناتها كل حاجة مربوطة بالأخرى. بحضرنا الرابح في الكورسة، ومش أي رابح، كان شارك في أكثر من مرة واليوم انفان ربح 50 دينار مزود أهداء كابافم. معنا سي عبد الحق الفرجاني، نمره تاكسي 870، عنده 17 سنة تاكسيست وعنده زوج بنيات، ربي يفضلهم لك. عايش بارك الله فيك. وأخيرا سي عبد الحق اربح. شو احساسك بعد وقت طويل؟ قداش مره تجي ثاني تجي ثالث؟ والله عندي احساس اني شي نربح. اي وانا فرحان، الدخله هذه احسن حاجه صدقني. حتى قلت صديم انا طالع، قلت دخله الاستوديو احسن حاجه. واحنا ديما في ديال الكابا فام ومع كابا فام. كانت تحكينا على المشاركات نتاعك السابقه في كابا. والله برشا الكنال والكبار، السبحه، المشموم، في بلاد العربي. في بلاد العربي اكثر واحد هيك، اكثر واحد 5 دقائق يلوج، وانا في البلاصه نغزر في البلاصه هي وين موجوده. اما ما ركزتش بالبدايه، كان ركزت معناتها قدامي نرى فيها قدامي، بعد ما مدها صدام وقعدت نغزر لها برا كيفاش ما شفتهاش. والاخرين جيت فيهم الثاني ولا الثالث في المشموم؟ جيت الثاني، الاغلبيه الثاني، يعني يا نتلاقى انا والتاكسيس يا في الفروج يتعدى التاكسيس. انت حكيت لي كيفاش انت واقف في الفروج قاعد نستنى في الفروج، وفما تاكسيس تعدى قدام نمروه هو التاكسيس. لا انا حوش نعملوا له صلبه طاش الحكايه ولات كيما دي في كيما تحدي. جو باهي، جو باهي. لو انا نسكن قريب الكابا فام، ميم با 20 متر من الكابا فام، معناتها ما نخرج نخدم لما نتبعها. كان قيت روحي ضعت ما قيتهاش ان نخرج على روحي. نذكر الفرشيطه والسكينه، انا اللوطه كلمت بنتي الفوق قلت لها لوحلي الفرشيطه والسكينه. جيت قيت علي 156، معناتها اليوم لقيت روحك وحدك. وحدي. انت طلعتها من الاول ولا قعدت نتبع بشويه، فهمت؟ بديت نقرب، قلت ما تطلع كان هي، فهمت؟ اخر حاجه قعدت شنيه الثالثه، فهمت؟ قلت الثالثه يا طلاسه كهو، ما فماش حاجه. هذوما شريتهم انت للبنيات ولا قدم؟ انت بنتي، انت بنتي الصغيره. تعبت ربي يفضل لك. فاش تقرا بنتك؟ تقرا سنه ثالثه. هزيتها اليوم المكتب؟ اي هزيناها المكتب. شنو الاجواء غادي في المكتب؟ صافا مكتب التحرير بالقدا صافا. يقولوا لي التباشير والطلاسه ما عادش يقراوا به برشا الصغار نتاع توا. صحيح ماهمش مركزين عليه 100%. تو نقول لك تقريبا عام ناول ما استعملتهاش برشا. ممكن ما استعملتش جمله، فهمت؟ نتاع ناس بكري هذايا الطلاسه ولا التباشير. اما تقعد ديما في العادات نتاع الابتدائي والدراسه نتاعنا. دونك شكرا لك عبد الحق الفرجاني. كانت عامزيه نعمل ديديكاس. اي بالطبيعه تعمل ديديكاس. حي زوجتي وبنتي نرمين، ربي يفضلهم. بنتي اسرى، هذوما زوج بناتي. اي وصديقي هو اللي نخدم معاه صلاح، فهمت؟ عباره اكثر من الاخوه. وخونا محمد علي شقرلو هذاك صديق البرنامج، هذاك المعلم بصراحه. معناتها ما فماش نهار ما نقعدوش بعد الخدمه ولا تقعدوا تحكيوا على الكورسه شنو مش يلعبوا اليوم. ديما في القهوه مع العشرة ال11 تاع الليل، ما نروحوا لما نتلموا نحكيوا ونفدلكوا، فهمت؟ واحد ينحي شويه ستريس، شويه كل تعب نتا الخدمه، وكل واحد يروح للدار، فهمت؟ يا سيدي ربي يعطيكم الرزق. بارك الله فيك. يعيشك، بارك الله فيك. عايشك. وانا فرحان وجبنا عايشك. يعيشك. والجو هذايا نقعد نذكره. ان شاء الله عايشك. عبد الحق فرجاني هو اليوم اللي ربح معنا ال 50 دينار مزود من اهداء راديو كابا فام. الكلمه ليك.